بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي الطلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي. هنكمل مع بعض إن شاء الله يونت 5 ليسن 4. هناخد الدرس الرابع Where do you work؟ أين تعمل؟ هناخد بارت 1. احنا عندنا الدرس الرابع مكون من 3 بارتس، 3 أجزاء. الجزء الأول هناخده مع بعض. أول حاجة Key vocabulary، Screwdriver. Screwdriver اللي هو المفك، او المفك اللي بيفك المسامير والكلام ده اسمه سكري درايفر. سكري درايفر. تيب ميجر اللي هو شريط المقاس او القياس. تيب ميجر. بلوكس، بلوكس اللي هي المكعبات، لعبه المكعبات العاديه اللي احنا بنلعبها، كنا بنلعبها زمان وانتم بتلعبوها دلوقتي، اللي هي المكعبات اللي بتركب على بعض. بيشنت صبور. بيشنت. اركيتكت مهندس معماري. architect teacher. teacher ديت الكلمات الأساسية اللي موجودة في الدرس الرابع بارت 1 الجزء الأول. عندنا بقى extra vocabulary، مجموعة كلمات تانية زيادة عنهم. عندي كلمة little صغير الحجم أو قليل. little adult بالغ السن، يعني بالغ عدى سن التينيجر، أصبح مثلا 20 أو 21، ده عدد تينيجر اسمه أدلت. أدلت. سيفتي أمان. سيفتي. ستيل لا يزال. ستيل. كيريوس. كيريوس الشخص الفضولي أو محب الاستطلاع، ده مش فضولي يعني بيتدخل في شؤون الآخرين، ولكن كيريوس هنا معناها إن هو بيحب، محب الاستطلاع، يعني يحب يفك راديو، يفك جهاز مثلا كمبيوتر عطلان، يعني يحاول ان هو يستكشف يعني. كيريوس. كيريوس. راديو. راديو اللي هو جهاز الراديو. توب اعلى القمه. توب. سيلفون اللي هو الهاتف المحمول اسمه سيلفون. عندنا تصفات افعال ريجولار اند ريجولار فيربس. ريجولار فيربس قلنا مع بعض اللي هي بنحط لها دي او اي دي او اي اي دي، زي كلمة carry. هنا carry بنحول الواي لاي ونحط اي دي عشان الواي قبلها حرف ساكن، هنا حولنا الواي لاي يبقى carry. carried. carry. carried. open. opened. open. opened. start. started. start. started. explain. explained. experiment. experimented. experiment. experimented. اما الافعال irregular verbs زي bought. bought. make. made. important expressions and prepositions دي عبارات مهمة. عندي call each other يعني يتصل بعضهم البعض. call each other. english class حصة اللغة الإنجليزية اسمها english class. get angry يغضب اسمها get angry. all the time طوال الوقت. all the time. listen look and read. three cousins الثلاثة أبناء العم. لارا تاليا and أمير are cousins، يعني لارا وتاليا وأمير دول ولاد عم. but they are all very different، ولكن هم الثلاثة مختلفين عن بعضهم البعض. when Lara was a child عندما كانت لارا طفلة صغيرة she loved to experiment كانت بتحب التجارب انها تجرب. she was very curious البنت لارا ديت بنت فضولية أو بنت تحب إن هي تجرب وتستكشف الأشياء. she always carried a screwdriver كانت دايما شايلة معاها مفك. and she opened all the radio radios وكانت تفتح الرضاوي الصغيرة القديمة. cell phones الموبايلات القديمة. and anything that had electricity وأي شيء مرتبط بالكهرباء أو بيتصل بالكهرباء. her favorite question السؤال بتاعها المفضل was كان يبقى how does it work كيف يعمل هذا الجهاز. she learned اتعلمت about safety with electricity اتعلمت انها تتعامل مع الكهرباء بكل امان. when تاليا was a baby دخلنا على تاليا. انك when تاليا was a baby عندما كانت تاليا بنت صغيرة. she played with blocks كانت بتلعب بالمكعبات.
She put one block on top of another. كانت بتضع كل مكعب على الآخر. When she was older, وعندما كبرت, she started, بدأت إن هي making things, تصنع الأشياء. She made a little house, صنعت بيت صغير for her dog, للكلب بتاعها. And a bed for her sister's doll, وسرير لعروسة أختها, اللي هي اللعبة بتاعة أختها. She always carried a tape measure, دايما شايلة معاها tape measure, اللي هو مقاس. And a pencil, وقلم رصاص. يبقى احنا البنت الأولى اللي هي لارا كانت بتحب شغل الكهرباء الكتريسيتي. أما تاليا كانت بتحب تصنع الأشياء making things. تعال بقى نشوف أمير كان بيحب يعمل إيه. أمير was always very patient. أمير كان يعني دايما صبور. And he liked helping people, وبحب إنه يساعد الآخرين. Sometimes, بعض الأحيان, a big brothers, الأخوات الكبار بتوعه, can get angry, كانوا بيبقوا غضبانين at their little brothers, يعني الأخ الكبير دايما بيتضايق من أخو الصغير من كتر الأسئلة بتاعته. But أمير, ولكن أمير كان مختلف عنهم. Was never angry, ما كانش بيغضب. He played, بيلعب, and helped, ويساعد, and explained, ويشرح الأشياء things all the time, ودايما يشرح الأشياء لأخو الصغير. Today, الوقت بقى, لارا, تاليا, and أمير, هما التلاتة, are all adults, أصبحوا بالغون. But they still call each other, ولكن ما زال إن هما كل واحد بيتصل بالآخر, when they need some help, لما يحتاجهم مساعدة بعضهم البعض. Read, learn, identify. When the fan doesn't work, لما كل مروحة ريت لا تعمل, بنعمل ايه؟ طبعا we call an electrician, بنتصل بمين؟ بالكهربائي. يبقى كلمة call يعني يتصل. يبقى لما مروحة ريت اللي هي the fan doesn't work, لا تعمل, we call an electrician. طيب المبنى, when we want to change something in our houses, we call an architect. لما يكون عايزين نغير حاجة في منزلنا, طبعا دي عايزة مهندس معماري, طبعا we call an architect, بنتصل بالمهندس المعماري. When we don't understand something in our English class, لما نكون مش فاهمين حاجة في حصة اللغة الإنجليزية, بنتصل بمين؟ we call a teacher, بنتصل بالمعلم. General exercises on lesson 4 part 1, على الدرس الرابع الجزء الأول. Listen and write T true or false. طبعا سؤال listening له قطعة بنسمعها الأول بكان حلو. Lynn loved to experiment. Lynn بتحب الاكسبرمنت. She was very curious. وكانت دايما فضولية, بتحب الايه, تبحث عن الأشياء. She always carried a screwdriver. دايما شايلة معها screwdriver with her. نشوف بقى الأسئلة. Lynn was very curious. طبعا دي true. Lynn always carried a screwdriver, برضو true. Lynn didn't love to experiment, بتحبش انها تجرب, false, لانها هي loved to experiment. السؤال الثاني, reorder the words to make correct sentences. هنبدأ بأمير. أمير is always, لان am و is و are بتيجي قبل ظروف التكرار. يبقى أمير is always very patient. ما ينفعش أمير always is, لازم is تيجي قبل ظرف التكرار. يبقى نكتب أمير is always very very patient, يعني أمير دايما ببقى صبور. نبدأ بهاو. طبعا بعد هاو بنحط الفعل المساعد عندي does, how does, الفاعل it, الفعل work. يبقى how does it work. number 3, هنبدأ بتاليا. تاليا كانت بتعمل ايه؟ فين الفعل تاليا؟ put, كانت بتضع one block اللي هو المكعب at another, على الاخر on top,
في القمة. يبقى نقول تالية بوت وان بلوك وان بلوك اوف انذر على التاني اون توب على الايه على القمة. Question 3. Read and complete the text with words from the box. جايب التكست عايزين ايه نكتب البوكس هنا مع بوكس فيها older. Older يعني يصبح أكبر سنا. بوت يضع هاوس بيت دول اللي هي اللعبة أو العروسة اللعبة. وين دينا عندما كانت دينا وزا بيبي عندما كانت دينا بيبي صغيرت في السن. She played with blocks كانت بتلعب بالإيه بالمكعبات. شي طبعا بوت وان بلوك اون توب اوف انذر دي نفس اللي احنا قلناها فوق في الترتيب. يبقى شي بوت نمبر 1 وان بلوك اون توب اوف انذر. وين شي واز اولدر لما كبرت بقى هنا اولدر عندما كبرت. شي ستارتد ميكينج ثينجز بدات في صنع الاشياء. شي ميد ا ليتل نقط فور هير دوج عملت منزل للكلب بتاعها. يبقى هنا 3 ليتل اي هاوس. كويشن نمبر 4 تشوز ذا كوركت انسر فروم اي بي اور سي. شي لافت حبت تو اكسبيرمنت ان هي تجرب الاشياء او تعمل تجارب. شي ووز فيري سيد حزينه انجري غضبانه كيريوس ان هي فضوليه او تحب ان هي تعرف تتعلم عن الاشياء طبعا تبقى ايه كيريوس. She carried دايما شايلة معاها نقط and she opened all the radios وبتفتح الراديو وطبعا تفتح بمفك. المفك هنا هو لو سكت الفيشة طبعا لا سكري درايفر المفك ولا تيب ميجر شريط المقاس هو سكري درايفر اللي هو المفك. نمبر 3 نقط me when you need some help اتصل علي لما تحتاج مساعدة. Call me يتصل على عليا. Play يلعب. Measure is هي call me اتصل عليا عندما تحتاج إلى الإيه إلى المساعدة. We doesn't not angry at his عمره ما كان بيغضب at his little brother عمل أخو الصغير. هل هي need angry get angry call angry هي مصطلح على بعض اسمه get angry يعني يكون يصبح غضبان أو غاضب. Read and match A with B. هنوصل ماجد سلمى and أمل التلات ولاد دول are all adults يعني بالغون. Number one. She likes helping بتحب تساعد. تساعد مين؟ She likes helping people مساعدة الناس. When she was a baby عندما كانت طفلة صغيرة كانت بتعمل إيه؟ She played with blocks. بتلعب بالمكعبات. Number 3. She made a little house. صنعت منزل صغير طبعا للكلب بتاعها. For her dog. Nada learned about safety with electricity. يعني تعلمت انها تكون آمنة مع في الايه الكهرباء. Number 5. Punctuate the following. سؤال البنكتويشن. What job do you want to do? W بتاعت what capital letter. What job do you want to do? وطبعا دي سؤال احط question mark. يبقى عندي ال W و question mark. Write a paragraph of 4 sentences 4 جمل using guiding elements. عندي أجوب عايز الأجوب you want to do يعني عايز وظيفة تريد أن إيه تريد أن تعمل بها يعني وظيفة إن أنت بتحب تشتغل فيها. أول حاجة what's your favorite job هقول أول حاجة أجابه على السؤال الأول أقول له my favorite job وظيفتي المفضلة is an طبعا هو عايز يشتغل كهربائي. الصورة عندي هنا كهربائي هي بان الكتريشن
وظيفتي المفضلة هي الايه؟ الكهربائي. قال لك what job do you want to do؟ ما هي نفس الوظيفة. what's your favorite job؟ هي نفسها. is it an important job؟ هل هي وظيفة مهمة؟ اقوم اقول له an electrician is very important job، وظيفة مهمة جدا. السؤال اللي بعده قال لي what do you do in your job؟ بتعمل ايه in your job؟ في الوظيفة بتاعتك. قال لك طبعا we connect براس الالكتريسيتي، يبقى او he connects electricity، يعني بيصل electricity، بيصل الكهرباء. ممكن الجملة الرابعة أقول electricity، الكهرباء is very important، مهمة جدا in our life، في حياتنا. طبعا من غير الكهرباء ما نعرفش نعمل اي حاجة، لا نشغل تلفزيون ولا نشغل كمبيوتر ولا نعمل واجب ولا نكشف عن كلمة عايزين نعرف معناها ولا يعني. الوقت اصبحت الكهرباء very important in our life. كده خلصنا part 1، نعمل الفيديو القادم لبارت 2.